عيني صافية ونظرته عميقة. يا أختي عليه مرو جميل وعيونه جريئة. في شخصيته كلامه في اتزان قدو بحساب رجولة كاملة. 120 سنة سقطوط أغنوغ حارب ومنهلب كل ثروته هتبقى مالكي. هدية الخطوبة ختم سفر. هدية الجواز العربية آخر مرة. يا روحي ليل ايه؟ بعمل بروفا اليوم فارس احلامي. طيب لما يتجوزي وش معنى هو بيعرف الجواز؟ هو بسك كان حيبسك. حتى الاحلام الجميلة حرم نفسك منها. فيلم وكان الحب فيلم سينمائي درامي مصري من إنتاج سنة 1974. الفيلم من بطولة نبيل عبيد وشمس البارودي وحسن يوسف ويوسف شعبان. وبتدور أحداث الفيلم على أختين متناقضتين في كل شيء. مضيفة الطيران سحر اللي بتجسد دورها شمس البارودي. اللي بتسكن هي وأختها ليلى اللي بتجسد دورها نبيل عبيد في فيلا قريبة من شاطئ البحر. وبيكون معهم في نفس الفيلا في الدور الأرضي الرسام درويش اللي بيجسد دوره عبد المنعم إبراهيم. والدور العلوي بتأجره سحر للدكتور مراد اللي بيجسد دوره حسن يوسف. وبيبدأ إعجاب مراد بسحر عشان بتتمتع بهدوء ورزانة. وبتبادلوا نفس الإعجاب بس في صمت. وعلى الجانب الآخر ليلى اللي بتجسد دورها نبيل عبيد بتبحث عن زوج غني وبتعجب بالدكتور مراد بعد ما اشترى العربية الجديدة. وكمان بتصرحه بحبها وبتلاحظ سحر تطور العلاقة دي وبتاخد موقف منها. بعد كده مراد بيقع في حبها وبيطلب إيديها وبيتم الزواج على حساب حب سحر الصادق. لكن ليلى بعد ما بتتجوز وبتخلف بنتها سحر الصغيرة بتحس ان الحياة دي مش هي الحياة اللي بتتمنى تعيشها. فبتتمرد على الحياة دي وبتلجأ للحياة المثيرة غير المستقرة. وبتخون زوجها مع الدكتور مجدي اللي بيجسد دوره يوسف شعبان. وبتتولى الاحداث في اطار درامي جريء. اعملي بقى استري علي وزنبها ايه بنتك؟ ما فكرتيش فيها؟ نسيتي انك ام؟ ازاي يوصل بك الاستهتار للدرجة دي؟